تجولت كاميرا قناة المكلا في شوارع المدينة ورصدت تهاني وتبريكات المواطنين بمناسبة الذكرى 52 لعيد الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر. نتابع. بمناسبة اليوم الوطني 30 من نوفمبر عيد الاستقلال الوطني المجيد، الذكرى العزيزة والغالية على كل جنوبي، نهني قيادتنا السياسية ممثلة بالقائد الرمز عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي وكافة أعضاء رئاسة المجلس الانتقالي والأمانة العامة وجميع الشعب الجنوبي بهذه المناسبة. حقيقة 30 من نوفمبر هي عزيزة على قلوب بناء الجنوب عامة، وهي ذكرى خالدة لاستقلال الجنوب في 67. نعتز بهذه الذكرى كجنوب اليمن، نتمنى لكل أبناء الجنوب مستقبل زاهر، وهذه ذكرى عزيزة على قلوب اليمنيين، وهي طرد الاستعمار البريطاني من عدن في عام 1967. في البداية نهني الشعب الجنوبي والقيادة السياسية بعيد الاستقلال 30 نوفمبر، كل عام إن شاء الله الجميع بخير. 30 من نوفمبر عام 1967 عندما أخرج جدادنا آنذاك القوات البريطانية في 67 من جبال ردفان الأبية الاستعمار البريطاني، والشعار المعروف برع برع يا استعمار أزهرت فيه وأشرقت شمس الحرية في عدن والجنوب بشكل عام. مبروك لنا عيد نوفمبر، هذا اليوم طردنا المستعمر، الكل يهتف الله أكبر، بإرادة وقوة كسرنا القيود، العالم يشهد لأبانا والجدود، رجال في الجنوب عمرها ما تقهر، لا دعيتهم للموت الكل يحضر، لا تقول الوحدة خط أحمر، بيننا وبينكم دولة وحدود، العالم يشهد لأبانا والجدود، اقتل وعذب ما شئت يا بل أحمر، لكن حبنا للجنوب عليها ما تقدر، لو الأرض كلها بركان تتفجر، الوحدة قنع ما باتعود، العالم يشهد لأبانا والجدود، على كلمة يطلع لك طقم عسكر يمسكونك ضرب لما عظامك تتكسر، ما يرحمون حتى الطفل الصغير يتناتفون وكلهم مثل القرود، العالم يشهد لأبانا والجدود. هذه القصيدة بمناسبة عيد 30 نوفمبر إن شاء الله. والآن مشاهدينا الكرام.